يعطيكم العافية جميعا، معكم هديل من قناة ميديديو، مكملين معكم بشرح مادة علم الدم بأول شابتر. وصلنا لعند هذا السلايد. طبعا هذا السلايد بحكي لنا عن الفحوصات اللي بتندرج تحت فحص السي بي سي اللي هو كومبليت بلاد كاونت. هما ماخدين اول حرف من كل كلمة اللي هي كومبليت، ماخدين حرف السي، والبلاد حرف البي، والكاونت اللي هو حرف السي. فالفحص اسمه سي بي سي، يعني تعداد الدم الكامل، او في ناس تحكي هي صورة الدم الكاملة. طبعا حاطين لنا هون اللي هي الفحوصات اللي بتندرج تحت الريد بلاد سيل، خلايا الدم الحمراء هيها كلها، وحاطين لنا الفحوصات اللي بتندرج تحت الوايت بلاد سيل، وكمان الفحوصات اللي بتندرج تحت البليتلت. طبعا نحن رح نحكي عنهم بتفصيل المومل، بعدين نرجع لهذا السلايد ونشوف، نرجع نشيك شو اللي حكينا وشو اللي ما حكينا عنه. تمام، اول شيء لازم نعرف انه فحص السي بي سي كشغل بالمختبر، ماشي، يعني هاي معلومات لكم، كثير سهل، يعني مو صعب ابدا كونه هو اوتوميتد. تمام، بس انه بدنا نعرف نحن نقرا النتائج، يعني النتائج اللي تطلع قدامنا نعرف نقراها قبل ما انه نطبعها ونعطيها للمريض، عشان نشوف، نضلنا نشيك اذا الجهاز عم يشتغل صح او لا. تمام، رح نبلش بأول شيء اللي هو الريد بلاد سيل كاونت. ريد بلاد سيل كاونت يعني اللي هي عدد كريات الدم الحمراء. طيب في عنا مختبرات بتتعامل مع المايكروليتر، يعني وحدة الحجم اللي هي المايكروليتر أو المليليتر أو اللتر. تمام، لكن الغالبية هو المايكروليتر، يعني بيعطينا كم عندنا ريد بلاد سيل لكل مايكروليتر، يعني وحدة الحجم. طبعا المايكروليتر هي نفسها المليمتر مكعب، كيوبيك مليمتر. المليليتر هي نفسها السي سي، كيوبيك سانتي متر، أو وحدة اللتر. وحكينا إنه أغلب المختبرات بتتعامل مع المايكروليتر. تمام، معناها نحن لما تطلع عنا النتيجة بيكون مكتوب كم عنا ريد بلاد سيل لكل مايكروليتر، هاي هي الوحدة المستخدمة يعني بأغلب المختبرات. طيب بحكي لنا هون سواء كان في زيادة أو نقصان بعدد كريات الدم الحمراء، معناته نحن عنا إشي مو طبيعي، abnormal condition، يعني في عنا مشكلة، يعني لا زيادة كويس ولا النقصان كويس. طيب الريد بلاد سيل كاونت يعني عدد كريات الدم الحمراء، طبعا هي من ضمن فحوصات السي بي سي، احنا حكينا هاي الشغلة متفقين عليها. طيب بحكي لنا انه الريد بلاد سيل بيعطينا مؤشر انه في عنا حالة طبيعية او حالة غير طبيعية، يعني كم عنا نحن ريد بلاد سيل نشوف إذا ضمن النورمال رينج، يعني ضمن الحد الطبيعي، معناته خلاص تمام حالتك الصحية منيحة. تمام، أو بيكون في مشكلة وبيدلنا، بيحكي لنا شو هي المشكلة اللي عند الشخص. الريد بلاد سيل لازم يكونوا كلهم نفس الحجم ونفس الشيب، نفس الشكل، هاي بالحالة الطبيعية. طيب إذا كان في اختلاف بالحجم أو بالشكل، معناها رح يكون في عنا أسباب مرضية خلت الريد بلاد سيل تتغير شكلها ويتغير حجمها. شو هي هاي الأسباب؟ فيتامين بي 12، بيكون في عندنا مشكلة بفيتامين بي 12، أو فوليت ديفيشنسي، يعني في عندنا نقص بالفوليت اللي هو الفوليك أسيد، أو نقص بالفيتامين بي 12، أو آيرون ديفيشنسي، نقص بالحديد. هاي الثلاث عوامل كثير مهمة، مهمة لإنتاج ريد بلاد سيل، وبالتالي إذا صار في عنا مشكلة بشكل أو بحجم ريد بلاد سيل، معناها نحن عندنا خلل بهدول اللي حكينا عنهم. بنكمل. طبعا بس بدي أعمل هيك ملخص سريع إنه ريد بلاد سيل كاونت، إحنا حكينا عن أول فحص اللي هو ريد بلاد سيل كاونت، حكينا عن وحدات الحجم، إذا كان في عنا زيادة أو نقصان معناها عندنا مشكلة وحالة غير طبيعية،
واهم شيء عندنا هدول الثلاث عوامل نخلي دائما خلينا متذكرين ان لهم علاقه بتكوين الريد بلاد سيل، وبالتالي اي خلل بالريد بلاد سيل بيكون في عندنا مشكله بهدول العناصر. تمام، الريد بلاد سيل كاونت هي من ضمن فحوصات اللي بتندرج تحت السي بي سي، يعني السي بي سي تشمل الريد بلاد سيل كاونت. تمام، طيب الريد بلاد سيل كاونت يعني عدد كريات الدم الحمراء، تختلف النورمال رينج تاعها من الميل والفيميل، يعني الميل عندهم من 4.7 ل 6.1 مليون لكل مايكرو ليتر، اما الفيميل اللي هي الانثى من 4.2 ل 5.4 مليون لكل مايكرو ليتر، يعني عند الميل عند الذكور اكثر من الفيميل. طيب ليش؟ اول سبب بحكي لنا انه بيكون لانه هي بتفقد بلاد خلال المنستروايشن افري مانث، يعني دوره الطمث بتخسر دم، وبالتالي مشان هيك عندها الريد بلاد سيل بيكون اقل من الذكر. كمان في سبب ثاني يعني مو ذاكرينه بس نحن لازم نكون عارفينه، طبيعه جسم الانثى بيكون عندها البون مارو يعني نخاع العظم بيكون اغلبه فات، اغلبه دهون يعني فات دهون، عشان هيك بيكون كمية الريد بلاد سيل اللي بتتكون من نخاع العظم اقل من الذكور. طيب اذا كان عنا كمية من الريد بلاد سيل غير كافية يعني اقل من الطبيعي اقل من النورمال رينج، هاي بتدل على انه عندنا حالة مرضية وبنسميها انيميا اللي هو فقر الدم. طبعا كاتبين لنا هون انه في إلها أعراض، هاي لازم نكون عارفينها. على فكرة هاي المعلومات بنحكيها كثير هامة وكثير راح تمر معنا. إلها أعراض شو هي؟ مثل الفاتيجو اللي هو الغثيان، والويكنسز اللي هو التعب الضعف الضعف العام، يعني كمان في إنه بكون الشخص دائما بيدوخ، يعني كثير أعراض. تمام، وكثير ناس تيجي على المختبر بتحكي انه انا بشكي من هيك وهيك شو بدي اعمل فحوصات، يعني بدون ما تجيب انها طلب من الدكتور. فنحن لازم نكون عارفين الشغلات العامه وكثير بتتكرر معنا. اذا كان عندنا نقص بالريد بلاد سيل معناها في انيميا، عند الشخص عنده انيميا وبيكون هاي الاعراض اللي عنده. اما النوع الثاني او الحاله المرضيه الثانيه لما يكون عنده كثير تو ماني من الريد بلاد سيل يعني انا من الطبيعي، طبعا هاي الحاله مش متكرره يعني قليل ما تيجي. طيب شو بنسمي هاي الحاله هون الحاله المرضيه؟ اريثروسايتوسيس او بوليسايثيميا. هاي الحاله بتاثر على الفلو تاع البلد يعني على سريان الدم خلال البين الوريد او الشريان. ليش؟ لانه بهاي الحاله بيكون عنده ريد بلاد سيل كثير، بالتالي رح يكون دمه لزج فما رح يعني يمشي الدم منيح او رح يمشي ببطء، وبالتالي احنا يعني الحل لهذا الشخص انه يروح يتبرع بالدم. تمام اوكي، معناها ان احنا خلصنا ريد بلاد سيل كاونت، حكينا عنه وحكينا شو هي اذا قل عن الطبيعي شو بنسمي الحاله اللي هي انيميا يعني فقر الدم، او عنده كثير الها بنسميها اريثروسايتوسيس او بوليسايتيميا. هاي خلصنا من الريد بلاد سيل كاونت. طيب ثاني فحص رح نحكي عنه اللي هو الوايت بلاد سيل كاونت. طيب في له اكثر من مسمى، يا اما وايت بلاد سيل كاونت او ليوكوسايت كاونت او وايت كاونت يعني تعداد البيض. خلينا نشوف كم العدد او النسبة الطبيعية او العدد الطبيعي، خلينا نكون يعني هي مو نسبة هي عدد، العدد الطبيعي للوايت بلاد سيل اللي هي من 4.8 ل 10.8 ثاوزنت، يعني تقريبا خلينا نحكي من 5000 ل 11000 لكل مايكرو ليتر، هاي هي وحدة الحجم. طيب اذا كان في عندنا اعلى من هذا العدد يعني فوق الطبيعي رح يدلنا على شغلتين، يا اما هذا الشخص عنده لوكيميا وهو سرطان الدم عافانا الله واياكم، او عنده انفكشن يعني عنده عدوى، سواء كانت عدوى بكتيرية عدوى فيروسية او اي شيء ثاني. طبعا حكينا نحن عن كل نوع من الوايت بلاد سيل لشو بيدل، حكينا بالشرح اللي قبل. طيب بحالة اللوكيميا
بيكون عنده زيادة يعني بشكل مو طبيعي. يعني هون مثلا 11,000 الأشخاص اللي عندهم لوكيميا ممكن توصل 90,000 100,000، يعني عدد جدا جدا هائل. هون بنسميه الحالة اللوكيميا اللي هي سرطان الدم، أو بيكون في عنده انفكشن، يعني بيكون زيادة بالوايت بلاد سيل مو كثير، يعني أكثر من الطبيعي بس مو لدرجة اللوكيميا. طيب إذا كان في عندنا الوايت بلاد سيل أقل من الطبيعي، يعني أقل من هذا العدد، معناها إنه بنحكي هون مناعة الشخص ضعيفة، صح؟ نحكي إنه مناعة الشخص ضعيفة، فبيكون الفرد يعني هاي الأشخاص susceptible يعني معرض and vulnerable اللي هي غير محصن للأمراض and foreign invasion organism، يعني بيكون الشخص معرض إنه ينصاب بأمراض وإنه الكائنات الغريبة تغزو جسم هذا الشخص. تمام. Why get test؟ ليش نعمل هذا الفحص؟ نعمل هذا الفحص لما يكون الدكتور مشتبه إنه هذا المريض عنده infection أو عنده مرض عم يأثروا على إنتاج الوايت بلاد سيل، أو عشان كمان نعمل عشان الدكتور يشوف يراقب استجابة المريض للعلاجات اللي عم يعطيه إياها. طيب احنا حكينا انه هو جزء الوايت بلاد سيل، هو هذا الفحص جزء من السي بي سي. تمام. كمان اذا كان عندنا انكريز او ديكريز، يعني عندنا عدد يعني فوق النورمال رينج او اقل من النورمال رينج، معناها هاي الكلمة بدي اياها تضل بمخكم لانه كثير مهمة وكثير رح نسمعها. significant يعني ذات اهمية، يعني ما منطنشها، يعني سواء كان اعلى من الطبيعي او اقل من الطبيعي معناها في عنا مشكلة، زي ما حكينا بالريد بلاد سيل abnormal condition اللي هي حالة غير طبيعية. تمام. طبعا انواع الوايت بلاد سيل المختلف احنا بنشوف كم نسبة كل واحدة، سواء يعني نيوتروفيل والليمفوسايت وهدول ويوزينوفيل وهكذا، هاي انواع الوايت بلاد سيل احنا بنحسبها ونشوف كم يعني كم العدد عنا او كم نسبتها، وبيعطونا تشخيص مهم للمرض. وهون حاطين لنا اللي هي النورمال بيرسون، العدد الطبيعي لكل واحدة، يعني كل نوع من الوايت بلاد سيل حاطين لنا العدد الطبيعي لهم. النيوتروفيل هايها، الليمفوسايت، المونوسايت كم، اليوزينوفيل والبازوفيل، يعني كل نوع من الوايت بلاد سيل وكم نسبته الطبيعية. تمام. نيجي لفحص الثالث اللي هو الهيموغلوبين. طبعا الهيموغلوبين يعني رح نسمعه بشكل مو طبيعي. الهيموغلوبين احنا بنعبر عنه بقوة الدم، يعني بيجي لعندك حدا بحكي انا بدي اشوف قوة دمي، يعني شو قصده؟ قصده الهيموغلوبين، وكثير بنطلب هذا الفحص. الهيموغلوبين طبعا نقدر نعمله فحص لحال، وبنقدر انه يكون ضمن الفحوصات السي بي سي. في ناس بتعمل هذا الفحص الهيموغلوبين لحال يعني بس على الطريقة القديمة، وممكن يجي هو بيجي اصلا بضمن فحوصات السي بي سي. طبعا الهيموغلوبين من الفحوصات المهمه اللي بنعملها للناس او اللي بدلنا، خلينا نحكي انه هذا الشخص عنده انيميا او لا، يعني عنده فقد دم او لا. طيب اول شيء احنا نعرف انه الهيموغلوبين هو اللي بيعطي اللون الاحمر للريد بلاد سيل، هاي متفقين عليها. كمان هو اللي بيحمل لنا الاكسجين. طيب شو استخدامات هذا الفحص او ليش بنعمل هذا الفحص؟ خلينا نحكي عشان هدول ثلاث اسباب، يا اما عشان نشوف كم شدة فقر الدم عند المريض، تمام، يعني severity anemia كم عنده اللي هي too few red blood cell، او لحتى نشوف البوليسايثيميا اللي هو زيادة كريات الدم الحمراء، خلينا نحكي too many red blood cell، عشان نقيس شدة الانيميا اللي عنده او نقيس كم عنده بوليسايثيميا، يعني كم الزيادة، او عشان نعمل نراقب استجابة المريض لدواء معين، سواء كان المريض اللي عنده انيميا او اللي عنده بوليسايثيميا، عشان نراقب استجابته للعلاجات اللي احنا بنعطيها، عشان كمان help make
الناس اللي بتعمل اللي الناس بتتبرع بالدم، تمام، لازم تيجي تعمل هاي الفحص. إذا كان عنده أنيميا شديدة ممنوع إنه يتبرع، يعني عنده نقص حاد جدا بالريد بلاد سيل ممنوع إنه يتبرع. البلاد ترانسفيوجن يعني تبرع بالدم. كمان معلومة، الحوامل اللي بريجنانسي بيكون عندهم الهيموغلوبين، بيكون عند الحوامل الهيموغلوبين أقل من الطبيعي، والإم سي بي كمان أقل من الطبيعي. الإم سي بي طبعا رح نحكي عنه لقدام شو هو، لأنه بيكون عندهم أصلا دم مخفف، يعني عشان هيك لما نيجي نحسب الريد بلاد سيل بنلاقيها قليلة، وبالتالي الهيموغلوبين يطلع عنا قليل. طبعا هي نتيجة، خلينا نحكي فولس بوزيتيف، يعني هي نتيجة خاطئة طبعا، بس إنه إذا شفنا عند الحوامل الهيموغلوبين عندها قليل، ما يعني ما نستغرب أو نحكي إنه في شيء. طيب الهيموغلوبين النورمال رينج إله بيختلف من الفيميل عن الميل، صح؟ وهذا الشيء احنا متفقين عنه، الفيميل دائما غير الميل وغير الأطفال كمان. الفيميل من 12 ل 5 جرام طبعا. كمان بدي احكي شغله، انه سواء كان عدد كريات الدم الحمراء، عدد كريات الدم البيضاء، الهيموغلوبين، هاي الارقام لازم نحن نكون عارفينها، لانه من البديهيات يعتبر، يعني فلازم نحن نكون حافظينها، لانه كثير رح نستخدمها وكثير رح نسأل عنها. تمام، الفيميل من 12 ل 15 جرام لكل ديسيليتر، اما الميل اللي هو الذكور من 14 ل 16. طيب إذا كان في عنا أعلى من هذا الرقم، يعني أعلى من النورمال رينج، له أسباب. يعني إحنا حكينا لما يكون عنا أبوف نورمال هيموغلوبين معناها عنا بوليسايتيميا غيره، أو في ناس بحكيها لا بس بوليسايتيميا، تمام. وإذا كان عنا أقل من الطبيعي، ما بعرف إذا هون كاتبين بيلو نورمال هيموغلوبين، معناها نحن عنا أنيميا، بنسمي هاي الحالة أنيميا اللي هو فقر الدم. طيب شو هي الأسباب اللي بتخلي يعطينا الهيموغلوبين أعلى من الطبيعي؟ في عنا هاي 3 أسباب. يا أما عنا ديهايدريشن، نحن بنعرف لما يكون في عنا ديهايدريشن يعني جفاف، صح؟ شو يعني جفاف؟ يعني في عندنا نقص بالسوائل، loss of fluid، وبالتالي لما نيجي نشوف الريد بلاد سيل رح نلاقيها قليلة، وبالتالي الهيموغلوبين معناها رح يعطينا كمان انه قليل الهيموغلوبين. وهون طبعا يعتبر النتيجة، يعني هون فينا نسميها زودو بوليسايتيميا، يعني بوليسايتيميا الكاذب خلينا نحكيها، تمام. ثاني سبب، اذا كان في عنا اكسس برودكت من الريد بلاد سيل من البون مارو، يعني البون مارو عم ينتج لنا كثير ريد بلاد سيل، وبالتالي رح يكون عندنا كثير هيموغلوبين. او بحالة الامراض الرئة او حالات ثانية، يعني طبعا امراض الرئة الحادة، وفي عنا حالات ثانية مثل التدخين. هلا مو مدخنين لما يجوا يعملوا فحص سي بي سي مثلا ونشوف الهيموغلوبين عندهم عالي، ما بنستغرب، تمام، لانه اللي بنعرف انه المدخنين بيكون في عندهم نقص بالاكسجين، بصير الجسم يعوض هذا الشيء، وبصير يعطينا ريد بلاد سيل، وبالتالي بيعطينا هيموغلوبين اعلى. معلش انا بحكي معلومات كثير وبسرعة هيك، بس لانه يعني مضطرة، يعني ما فيني في معلومات ما فيني امشي عليها صراحة. طيب اذا كان في عندنا عدد اقل من الطبيعي بيلو نورمال هيموغلوبين، حكينا هاي الحالة بنسميها شو؟ انيميا، في عندنا فقر دم. طيب شو هي الأسباب أو شو هي الشغلات اللي بتأدي لفقر الدم؟ إذا حكينا عنها طبعا قبل، إذا كان في عنا ايرون ديفشنسي، يعني نقص بالحديد، أو في عنا نقص بهاي الفيتامينز أو هاي العناصر اللي هي البي 12، الفوليت والبي 6. طبعا الفوليت كمان هي من مشتقات فيتامين بي. أو السبب الثاني بيكون إشي وراثي، في عندنا خلل بالهيموغلوبين، انه جسمنا ما بيعطي، يعني جسمنا ما بنتج ريد بلاد سيل كثير، يعني حالة يعني وراثية. مثل شو؟ الناس اللي عندهم سايكل سيل انيميا، فقر الدم المنجلي، او الثلاسيميا. كمان في عندنا سبب اللي هو سيروسيز اوف ليفر، بس بدي احكي هون معلومة كمان او اللي قدام رح ناخذها كمان. سيروسيز اوف ذا ليفر يعني تشمع او تليف الكبد، صح؟ الكبد، شو العلاقة بين الكبد، خلينا نحكي، والريد بلاد سيل؟ العلاقة بينهم انه الليفر بينتج لنا هرمون، هذا الهرمون اسمه اريثروبيوتين،
طيب هذا الهرمون شو وظيفته؟ يحفز لنا البون مارو نخاع العظم انه ينتج لنا ريد بلاد سيل. عرفنا شو العلاقه بين الليبر والهيموغلوبين انه انه قليل؟ اذا كان في عندنا تليف بالكبد يعني في عندنا خلل بالكبد، وبالتالي راح يصير في عندنا خلل بهرمون الاريثروبيوتين، وبالتالي جسمنا ما راح يعطي ريد بلاد سيل كثير، يعني راح يعطينا هيموغلوبين اقل من الطبيعي. كمان في سبب اللي هو اكسسيف بليدنج، يعني صار في عندنا نزيف شديد تمام، او في عندنا ديستركشن اوف ريد بلاد سيل، يعني في عندنا تكسر الخلايات، تكسر بخلايا كريات الدم الحمراء، يعني شخص تعرض لحادث تمام راح يخسر دم. كمان في عندنا الكدني ديسيز. طب شو كمان شو علاقة الكدني؟ لانه هذا الهرمون تبع اللي حكينا عنه الاريثروبيوتين مش بس بينفرز من الليفر، هي النسبة الكبيرة من الليفر، ولكن كمان من الكدني كمان بينفرز منه هذا الهرمون، وبالتالي اي مشكلة بالكلى كمان بتأثر انتاج كريات الدم الحمراء وراح يتأثر الهيموغلوبين. او اذا كان عندنا بون مارو فيلر، يعني فشل بالبون مارو، او اي بلاستيك انيميا، اذا كان في عندنا فشل طبعا بالبون مارو يعني ما راح ينتج ريد بلاد سيل، راح يكون هيموغلوبين قليل. او بحالة الكانسر السرطانات، ليش؟ هلا السرطان هو عبارة عن شو؟ تكاثر لخلايا غير طبيعي صح؟ يعني الخلايا الغير طبيعية راح تحل محل الخلايا الطبيعية، وبالتالي راح تأثر على البون مارو، ما راح تخليه ينتج لنا ريد بلاد سيل او هيموغلوبين.